فاطمة بوبك طابق المستوى الخامس رئيس مكتب البحوث والمحتوى الرقمي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مازن بشر أحمد المستوى الخامس. السلام عليكم، أنا سليم مختار طالبة بالمستوى الخامس وعضوة بلجنة البحوث ثقافة ولاية كسلا. واحدة من الليدان اللي ضافت مؤخرا للقوافل والأيام العلاجية هي لجنة البحوث. لجنة البحوث معين هي واحدة من الإضافات الأخيرة يعني في القوافل والأيام العلاجية، لكن الشغل بتاعي يعني نتمنى إنه يكون إضافة جديدة للقوافل ويكون عنده تأثير ملموس إن شاء الله في العمل بتاع السكرتارية التصريف الصحي للقدام. العمل بتاع اللجنة إنها هي بتقوم أساساً عندها علاقة بالأبحاث المجتمعية. العمل بتاع اللجنة إنها بتقوم بالتنسيق مع باقي الليدان، اللجنة بتقوم بعمل المقترحات بتاعت الأبحاث العلمية وبتنظم طريقة جمع البيانات بعدين أثناء القافلة، وبرضه بتجمع البيانات اللي عندها علاقة بتكوين قاعدة البيانات الرقمية أساساً المكتب به يسمى يكون يعني يلم القافلة الأيام العلاجية. الحاجة اللي بتميزها إنه نحن كلجنة تنفع عن باقي الليدان تماما، إنه عملنا ما بنتهي بنهاية المنشط. العمل بتاعنا بيكون بعد ما ننتهي من القافلة واليوم العلاج، العمل بتاعنا بيكون واصل ومنتج في إنه نحن بندخل البيانات دي بنحليها وبنكتب الأوراق العلمية الأساس المفروض بتنشر بعدين إن شاء الله. من الأهداف الأساسية للجنة وللمكتب ككل أثناء القافلة والأيام العلاجية اللي هي معالجة جذور المشكلات الصحية عن طريق إجراء البحوث أثناء القوافل والأيام العلاجية، تمام؟ طيب البحوث بتكون هي عبارة عن بحوث نوعية وبحوث كمية مجتمعية بتستهدف الأمراض المتوطنة، بتستهدف الممارسات الضارة والعادات الضارة ذات المجتمع السوداني. ليه نحن بنستهدف الأمراض المتوطنة والممارسات الضارة؟ ليه؟ لأنه الأمراض في الغالب ما تكون لها علاجات، ما عليها تريتمنت. ليه؟ لأنها تكون منتشرة في البلدان الفقيرة. احنا بندرس معرفة المواطن السوداني بالمرض ومعرفته بالإجراءات الوقائية بتاعة المرض عشان بعدين التدخلات الصحية تكون مبنية على أسس علمية سليمة تكون فعالة في الوقاية والتخلص من الأمراض المعدية والأمراض المتوطنة وكل الممارسات الضارة. من أهداف عمل اللجنة هي جمع البيانات الإحصائية ووضعها في صورة رقمية للاستفادة منها ورفع التوصيات للجان المختصة لوضع خطة استراتيجية لحل المشكلات الصحية. من فوائد عمل اللجنة على مستوى الفرد هي تدريب الطلاب في ورش تدريبية على كيفية عمل البحوث وجمع البيانات القافلة، مما يؤدي إلى اكتساب خبرة وخلفية عن عمل البحوث.